اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وسعيد اني ببقى معاكم دايما، عشان لما الواحد بيكون مع الناس وبين ناس بيعرف الدنيا اكتر، ويمكن بيزداد تجربه ويزداد خبره. كلنا بنستفيد من بعض دايما في هذه الحياه. وما اقدرش ما اقولش الف مبروك لكل الناجحين في الثانويه العامه التوجيهيه ثالثه ثانوي اللي البيت المصري، ما فيش بيت مصري عبر ازمنه طويله الا ليه علاقه ما بينه وبين الثانويه العامه. مبروك لكل الناجحين ان شاء الله، وحظ اوفر للي في 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 مستقبل او في الايام المقبله للي لم يحصلوا على المجاميع اللي هم عايزينها. ولكن دايما في بدايات كتيره في حياتنا، والبدايه اعتقد انها بتبقى لما بتبقى مدروسه بتبقى النتائج بتاعتها مهمه جدا. الف مبروك. والنهارده ان شاء الله هنسمع بعض اصوات الاوائل في الثانويه العامه عبر الاتصال التليفوني. كمان كل اربع بنتكلم دايما وفي ايات واشارات مع الاستاذ الدكتور فتحي الحلواني استاذ التفسير الموضوع القران الكريم. والنهارده هنتكلم معاه عن العلاقه بيننا وبين الغرائز اللي جوانا. يعني الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: لم يأتي الإسلام ليقف ضد الطبيعة البشرية، ضد الطبيعة الإنسانية. هذه الطبيعة اللي فيها غرائز، فيها شهوات، اللي قدامها أشياء كتيرة بتشوفها في الحياة اليومية، في طبيعة الحياة، في هذه الطبيعة اللي جوانا. إزاي نهذب هذه الغرائز؟ جاء الإسلام لا ليقف ضد هذه الغرائز والطبيعة البشرية، ولكن جاء ليهذب هذه الطبيعة البشرية. هنشوف الفرق بين المشتهيات والشهوات، وإزاي الإنسان يحكم بالإرادة هذه العلاقة وفق المنهج القرآني. هنروح برضو للمزامير والقارئ الشيخ محمد زكريا رزق، نسمع منه وهنعرف علاقته بالمدرسة المصرية، بكبار المقرئين، التأثير والتأثر. خلونا نروح للأخبار والعناوين الصحفية، ونروح لفيتو تنسيق الجامعات الخاصة. الطب 95% والصيدلة والأسنان 90% والهندسة 80%. أعلنت الجامعات الخاصة المعتمدة رسميا من التعليم العالي وعددها 23 جامعة عن فتح باب الالتحاق بها. وحدد مجلس الجامعات الخاصة نظام التنسيق بنفس قواعد قبول العام الماضي على العام الجامعي الجديد 2017-2018، على أن تبدأ الشريحة الأولى في اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية في 1 أغسطس 2017، والشريحة الثانية في 8 أغسطس 2017، والشريحة الثالثة في 15 أغسطس 2017. وأعلن المجلس عن الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين بحيث يكون 95% الطب البشري و90% لكلية طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي و80% للهندسة و70% لكلية الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية و70% لكليتي علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية و65% لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة اللغات والترجمة الإعلام و55% لباقي الكليات. طبعا أرق التهاني وأجمل التبريكات لكل من نجح ولأوائل الثانوية العامة هذا العام. يعني نسمع صوت رقية ممدوح ثاني مكرر أدبي على مستوى الجمهورية. رقية أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك. احكي لي بقى اللحظات التي سبقت إعلان النتيجة عندك، ولما أعلنت النتيجة كنت متوقعة أو منتظرة؟ طبعا أكيد في شغل طول السنة، أكيد في أحلام، في أمنيات. بعد ما النتيجة ظهرت كان الإحساس إيه؟ يعني وأنا الأول كنت متفاجئة، يعني ما صدقتش الموضوع، غير بعد ما كذا حد كلمني وكذا حد يعني أكد لي إن دي درجتي يعني. عايزة أصدق يعني لسان حالك، عايزة أصدق يا جماعة صح؟ يعني أنا ما كنتش أصدقها، لأنها يعني هي أعلى، مثلا أعلى بسيط يعني من اللي أنا كنت متوقعاه يعني. بس الحمد لله. طيب هل انت محدده من الاول التارجت بتاعك، الهدف بتاعك، الكليه اللي عايزه تخشيها اللي بترسم الملامح المستقبل عندك، ولا البيت ليه دور كبير في الكليه اللي انت حددتيها؟ لا، هو مش فكره ليه دور كبير، هو يعني دور توجيهي.
يعني انا مثلا بقول انا عايزه ادخل كذا، فهم يقولوا لي طب انت هتبقي احسن في كذا. يعني هو انا قبل النتيجه كنت عايزه ادخل ألسن، ايوه، بس يعني هو انا ان شاء بعد الله النتيجة، بعد النتيجة والمداولات في البيت والمشاورات بقت ايه؟ يعني ان شاء الله اقتصاد وعلوم سياسيه، يعني ان شاء الله. طيب، يعني ان شاء الله نشوفك في المستقبل شخصية سياسية او شخصية اقتصادية مرموقة ان شاء الله رقية، لاني برضو ده نجاحك وتفوقك النهاردة بيحملك المسؤولية اكتر على فكرة، لاني خلاص كل اللي جاي اللي حواليك كلهم مستنين منك مزيد من التفوق. الف مبروك رقية ممدوح، ثاني مكرر ادبي، محمد محمود خامس مكرر ادبي. محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، مبروك، الله يبارك في حضرتك. رؤية قالت اللي كنت متوقعاه يعني النتيجة جت أعلى منه بشوية، أنت الأمر كان بالنسبة لك إيه؟ لا، هو النتيجة الصراحة جت مفاجأة برضك ليا، أنا كنت متوقع عايز بس قلت ممكن ما أوصلش لل 99، بس الحمد لله ربنا وفقني وصلت لها. طبعا دايما السؤال بقى أي حد بيسأل حد ناجح النهاردة متفوق النهاردة، الكلية اللي أنت محددها إيه؟ هقدم شرطة. اها، بالتوفيق ان شاء الله. وبرضك جالي بحث الجامعة الألمانية بحب اللغات يعني. طبعا الاختيارات قدام الاول تبقى اختيارات كتيرة جدا، وطبعا اعتقد ان برضو زي ما دايما كنا بنقول ان البيت بيبقى ليه دخل. رؤية قالت ده يعني توجيهي، انت بالنسبة لك البيت محدد معاك شايف انك ممكن تكون في المكان ده احسن من المكان ده، ولا انت اللي شايف الامور دي بشكل واضح؟ لا حضرتك، هو في البيت يعني مش سايبين، مديني حريه الاختيار براحتي في الحاجه اللي انا شايف نفسي فيها، والحاجه اللي ممكن يكون عندي فيها امكانيات، وهي هي الحاجه اللي انا بحبها، لان اهم حاجه الواحد يعني يختار الحاجه اللي تناسبه، مش الحاجه الاسم او المجتمع مثلا يعني ليها مكانه مرموقه في المجتمع. يعني لازم الواحد يختار الحاجه اللي تناسبه وتناسب هواياته واللي هو شايف نفسه فيها. صحيح، لان دي هي كليه القمه بالنسبه له، مش كلية القمة اللي احنا شايفينها كمجتمع او كبيت او كأسرة. كل كلية بتناسب طاقاتي وقدراتي ومؤهلاتي، اعتقد ان الانسان بعد كده هيبقى كرييتيف، هيبقى مبدع بعد كده لما يدرس فيها وينشط ويفجر كل طاقاته في الكلية دي. بشكرك شكرا جزيلا يا محمد، والف مليون مبروك. نروح المصري اليوم، وزير التعليم للطلاب الحاصلين على 60 و70%، ما تزعلوش. هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأربعاء الأسر المصرية وشركاء المنظومة التعليمية لنجاح امتحانات الثانوية العامة على رأسها الدكتور الهلالي الشربيني الوزير السابق. وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن ما يقرب من 120 ألف من موظفي الوزارة شاركوا في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتابع نظام الامتحانات غير عادل لتقييم الطلاب، وأقول الحاصلين على 60 و70% ما تزعلوش، ولازم الوزارة تبعد عن فكرة الامتحانات أو الامتحان النموذجي والإجابة النموذجية، ويجب أن نفكر في طريقة مختلفة لتقييم الطلاب عموما. اعمل الحاجة اللي انت بتحبها، حاول تطور نفسك. داعيا الطلاب اتفسحوا في بنك المعرفة خلال الصيف. يعني كلام جميل من معالي الوزير، والمفترض ان كلنا بالفعل يعني بدايات جديدة، والبداية لازم نبدأها صح. معي تليفون، حتى يأتي التليفون. أقرأ الخبر التالي، البوابة نيوز. سفير فرنسا بالقاهرة، قوة مصر ضمان لأمن أوروبا. قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه إنه سيتم إقامة احتفالات كبيرة بمناسبة العيد القومي لفرنسا، مشيدا بالتدريبات البحرية المشتركة، وأضاف مع مصر روماتيه خلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز من الإسكندرية. التعاون العسكري بين مصر وفرنسا هدفه مكافحة الإرهاب وحفظ أمن المنطقة، مشددا على أن باريس تسعى إلى تعزيز التعاون مع القاهرة في جميع المجالات. وتابع السفير الفرنسي بالقاهرة، استقرار وقوة مصر هي ضمان لأمن فرنسا وأوروبا والمنطقة. اليوم السابع، التموين تواجه تلاعب المخابز بتحرير سعر الدقيق وتؤكد سعر الرغيف 5 قروش. قالت وزارة التموين اليوم الأربعاء أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل في إطار تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز. وأوضح مصدر بوزارة التموين لليوم السابع
أن قرار وزير التموين الأخير بتشديد العقوبات على التلاعب في الدقيق المدعم دفع أصحاب بعض المخابز الذين يحصلون على الدقيق المدعم لعدم قدرتهم المادية على شراء الدقيق بالسعر الحر إلى المطالبة بشراء الدقيق بالسعر الحر لعدم التعرض للعقوبات المشددة في القرار. وأكد المصدر أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدا أنه لا مساس أبدا بدعم رغيف الخبز ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر بخمسة قروش، مضيفا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف بخمسة قروش ويحصلون فارق التكلفة من وزارة التموين. سكاي نيوز، حظر الإلكترونيات لا يزال يشمل أربع مطارات عربية. أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الحظر المفروض على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب بات يقتصر على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة من أربع مطارات فقط، بعدما كان عند فرض هذا الإجراء قبل نحو أربعة أشهر يشمل عشرة مطارات في تركيا ودول عربية. وكانت واشنطن فرضت في 21 مارس حظرا على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب طائرات تسعة خطوط لديها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا. وقالت الوزارة إن 6 من هذه المطارات العشرة عززت إجراءات المراقبة والسلامة فيها، مما سمح بإزالتها من قائمة الحظر لتبقى 4 مطارات فقط مشمولة بالحظر، هي جدة والرياض والقاهرة والدار البيضاء. الوطن، شباب النواب تتضامن مع هاني شاكر بعد سرقة إسرائيل لأغانيه. أعلن النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تضامنه مع الفنان هاني شاكر، مبديا رفضه لاستخدام الشرطة الإسرائيلية لصور وكلمات إحدى أغاني أمير الغناء العربي في حملة دعائية بدولة الاحتلال. وأثنى عامر في بيان على موقف الفنان الوطني هاني شاكر والذي أعلن فيه رفضه لهذه السياسات الإسرائيلية التي تسيء إليه وإلى الفن المصري، مشيرا إلى أن موقفه من التطبيع من إسرائيل لا يخرج عن الإجماع المصري من جميع التيارات السياسية والنقابات والأحزاب بالرفض التام. وأكد أن الكيان الصهيوني اعتدى على سرقة وقرصنة الفنون والثقافة والآثار المصرية، وهذا ليس غريبا على هذا الكيان، معلنا رفضه بشكل قاطع لاستغلال إسرائيل. سيادة النائب فرج عامر معي على التليفون. سيادة النائب أهلا بيك. أهلا بسيادتك أستاذ حاتم. يا أشكرك طبعا. أشكرك يا أستاذ سيادة النائب. بس في نقطة مهمة جدا دلوقتي، وإحنا بنقول يعني بعد ما تعددت سرقات التراث بتاعنا والفنون بتاعتنا، كيف نحمي هذا التراث وإيه الإجراءات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا بعد ما حصل مع الفنان هاني شاكر؟ مفروض طبعا في منظمات تبع للأمم المتحدة، أما يونسكو هي بتحافظ على التراث وتحافظ على حقوق الملكية. وطبعا هاني شاكر ده زي ما حضرتك قلت أمير الغناء العربي، أحد الرموز الفنية الكتيرة قوي في مصر، فمن حيث المبدأ غير مقبول استغلاله أو استغلال أي فنان، خاصة لما يكون بهذه الدرجة وبهذه السمعة وبالحب الكبير قوي عند الشعب العربي كله وبالنجاح الكبير، المستغل اسمه في دعاية تعملها مؤسسة صهيونية في إسرائيل، فده طبعا مرفوض، لأن حضرتك انت بتستغل امكانيات ما كان يجب استخدامها. وطبعا انا بحيي موقف الفنان هاني شاكر على موقفه الوطني، وده مش غريب عليه، وهو كمان نقيب الفنانين موقفه الوطني، ان طبعا ان هو بيرفض تماما استغلال اسمه طبعا او استغلال احدى اغانيه في دعاية لحفل صهيوني. طبعا مصر اولى بيه، وهو فنان نشأ في مصر ونجح في مصر ونجح في العالم العربي، وهو راجل وطني ونجح في موقعه النقابي. طبعا مش عايزه كلام، فغير مقبول على الاطلاق هذا الاستغلال وسوء الاستخدام. طيب ايه اللي هيمنع اسرائيل او هذا الكيان من استخدام او سرقه مزيد من تراثنا بعد كده؟ والله زي ما بقول لسيادتك، المنوط مؤسسات الأمم المتحدة وأهمها منظمة يونسكو هي الحفاظ على التراث وحفظ حقوق الملكية. وفي طبعا جمعية المؤلفين والملحنين على مستوى العالم
احنا طبعا بنطالبهم بان هم يقوموا بمسؤولياتهم، وزي ما هم بيمنعوا اي مستغل للفنانين العالميين، هاني شاكر ما يقلش عن الفنانين العالميين، بل الراجل يزيد في وطنيته وامتداده وتاريخه وقصه. طبعا فيجب ان هذه المؤسسه تقوم بدورها، ما تبقاش في اتجاه واحد فقط، يجب انها تتعامل مع العالم كله بنفس المستوى، وان ما يكونش عندها حسابات اخرى، ما يكونش عندها حسابات عراقيه ولا حسابات عنصريه، ان هذا الاستغلال ده استغلال عنصري وغير مقبول على الاطلاق، ان احنا ان هم يستغلوا فنان زي هاني شاكر من اجل انجاح حفل بتقومه مؤسسه صهيونيه في اسرائيل. طيب بشكرك سيادة النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. معايا اتصال تليفوني. الو. ايوه سيادة اللواء، سيادة اللواء بحري محمود متولي مؤسس صالون البحري، اهلا بسعادتك. اهلا بسيادتك وبالساده المشاهدين يا فندم. يعني سفير فرنسا بالقاهره لما يقول قوه مصر ضمان لامن اوروبا، يعني اعتقد ده توضيح كبير لدور مصر الحقيقي، مش على مستوى او المنطقه العربيه ولكن على مستوى العالم. ده كلام دقيق جدا. ان احنا بيننا وبين اوروبا الحوار الاورومتوسطي، وبيننا وبين فرنسا تدريبات بحرية مشتركة، وبيننا وبين إيطاليا تدريبات بحرية مشتركة، وبيننا وبين اليونان التدريب البحري إسكندروبوليس ده تدريب مشترك. أمن أوروبا هي ارتبط بينا تماما، إحنا شركاء مع أوروبا، إحنا شركاء الجنوب وهم شركاء الشمال. الإرهاب يهدد العالم بأكمله، أوروبا شريكة معانا في منع الإرهاب ومقاومته، أوروبا شريكة معانا في منع الهجرة الغير مشروعة اللي بتشكل تهديد لأمن أوروبا، وإحنا بنمنعها مش عشان أمن أوروبا بس، إحنا بنمنع الهجرة الغير مشروعة عشان القانون الدولي، وفي نفس الوقت بنساعد في منع الهجرة الغير مشروعة حفاظا على أرواح أبنائنا المصريين اللي طبعا بيتعرضوا للنصابين والسماسرة وبيروحوا اوروبا بيتبهدلوا هناك في الهجرات غير الشرعيه. بالظبط. طب سياده اللواء، يعني مصر نجحت في الفتره الاخيره بالقياده الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اثبات هذا الدور واستعاده هذا الدور على مستوى العالم، وان دول العالم بتنظر الى مصر النهارده النظره الكبيره التي تستحقها، الى اي مدى يعني العالم استطاع ان يدرك هذه الحقيقه في هذه اللحظه؟ أنا بشكر سيادتك على السؤال الدقيق. إلى المدى اللي خلى فرنسا تدي مصر أحدث تسليح في ترسانتها، السفن المسترال والسفينة تحيا مصر اللي هي طراز الفرام، ودي من أحدث السفن في الترسانة العالمية. روسيا دولة عريقة وبحريتها حربت حرب عالمية أولى بنجاح وحرب عالمية تانية بنجاح، ولها في البحر من الخبرات، وسبق لها أن سلحت مصر تسليح روسي هو اللي أغرق السفينة إيلات. فلما روسيا تسعى رغم ترسانتها وتقدمها في المجال البحري القوي وأسطولها التجاري وأسطولها الحربي وقدرتها على التصنيع الكبير، تسعى للحصول على السفن المسترال وتفرض عليها عقوبات عشان موقف أوكرانيا، ومصر تفوز بهذه الصفقة الاثنين مسترال، ده بيعكس مدى قوة مصر السياسية ومدى ارتباط أمن أوروبا بالأمن المصري، علاوة على ألمانيا أحدث ما في ترسانتها من غواصات تقليدية، الغواصات راز 209، وهي أدتنا اتعاقدنا معها لأربع غواصات، وفي وصلت منهم غواصات والباقي سيصل تباعا. فده بيعكس لأن سوق السلاح ما هواش اللي معاه فلوس يشتري، سوق السلاح بيربطه قواعد سياسية أكتر من أي قواعد اقتصادية. فلما أوروبا تعطي مصر أحدث ما في ترسانتها، ألمانيا أو فرنسا، بالإضافة إلى أن هناك تدريبات مشتركة مع معظم الدول الأوروبية في البحر المتوسط، فده بيعكس قوة مصر ومكانتها واستعادة دورها العالمي.
وما اقدرش افوت على نفسي فرصه اني يعني التحيه الواجبه للبحريه المصريه وهو جزء اصيل من الجيش المصري العظيم. ولما حضرتك بتقول المدمره ايلات، لما دمرنا المدمره ايلات كانت اول عمليه بحريه، وحضرتك يمكن اخد من سعادتك سطر واحد عنها اللي هي كانت اول عمليه، ان الزوارق او القوارب البحريه كما اشار رئيس السادات في كلماته ان كانت اول عمليه بحريه من نوعها تطلع منها قذائف من زوارق بحريه، مش كده ولا ايه؟ ده صحيح يا فندم. أول صاروخ بحري من سفينة صفح صغيرة يطلق على وحدة كبيرة كانت عملية إغراق المدمرة إيلات، ومصر كان لها السبق في التاريخ العسكري البحري العالمي، ده على مستوى العالم وعلى التاريخ البحرية العالمية. بشكرك سيادة اللواء بحري محمود متولي مؤسس الصالون البحري، شكرا جزيلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنطلع فاصل ونرجع للأستاذ الدكتور فتحي الحلواني، وكيف نهذب هذه الغرائز اللي هي جوانا عشان يبقى الإنسان حكيم بإرادته وفق المنهج القرآني. خليكم معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. علمونا أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، والإسلام هو دين الوسطية. وكيف تكون الحياة دائما وأنت تمارسها بهذه الفضائل؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدنا صلى الله عليه وسلم وفق المنهج القرآني فقد كان قرآنا يمشي على الأرض بسلوكا وتطبيقا منهجا عمليا. كيف نهذب هذه الغرائز، هذه الشهوات الموجودة وزينت لنا وفق كلمات القرآن الكريم؟ طيب دلوقتي نتعامل معها إزاي؟ إيه الحاكم هنا؟ عملية إدراكها، عملية الإرادة التي نسيطر على هذه الغرائز، هذه الشهوات. طب في مشتهيات وفي شهوات، كلها أسئلة هطرحها على ضيفي فضيلة الدكتور فتحي الحلواني أستاذ التفسير الموضوع القرآن الكريم. مولانا أهلا بكم. أهلا أهلا سيد حسن. يعني الموضوع مليء بالمصطلحات بالوقفات والتداعيات والحياة التي نقف عليها. نعم. طيب دلوقتي نعم. زين للناس حب الشهوات، نعم، وهما سبعة لما نعدهم ست، نعم ستة، نعم. طيب خلينا نقول وإحنا دلوقتي ليه يعني وإحنا وهما زينوا لينا إزاي نستخدمه الاستخدام الأمثل، علاقتهم بالحياة إيه، علاقتهم بالنفس البشرية إيه؟ نعم. هو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نحمد الله على شيء أساسي، أن الله منحنا كتابا لم يجعل له عوجا، ثم نصلي على من كان فهمه للقرآن سنة. شوف دي لأن الإمام الشافعي قال إيه، السنة لا أراها إلا فهم النبي للقرآن، ثم جعل صدق محبته في اتباعه. كان خلقه القرآن. نعم. السنة. في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا المتبعين. إن لم نشرف بأن نكون صحابة أو تابعين فنحن المتبعين. اللهم اجعلنا متبعين بإيه؟ بابتداع أم باتباع؟ باتباع. باتباع. وعلى آله وصحبه الرضا والتسليم. وبعد سيدنا الشيخ حسن، ربنا يخليك يا مولانا. أول حاجة، كل آية من القرآن بحر، بحر يقف عليها الطالب الذي يريد من البحر لآلئ، يعني يغوص فيه ليغوص. خلاص. طيب أول ما يلبس لبس الغوص اللي هو هيغوص به، هو إيه؟ عليه بفتح مغاليق القلوب. أم على قلوب أقفالها. إذن الآن كل الذي أطلبه من الذين يعايشوننا تلك القضية أن يفتحوا مغاليق القلوب.
اسألني انت على طول وما هي كيف افتح مغاليق؟ المغاليق دي عشان افتحها، هي المغاليق علشان افتحها. مغاليق القلوب ان ارى الآية واتلقاها بلا همة، وانما اضعها في دائرة عدم الاهتمام. سمعت لكن ما انصت. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، مرحلة استمعوا، السمع ها هنا، سأسمع رضيت أم لم أرضى، ولكني جمعت كلي على كلي لأسمع نداء ربي. ما حصلش، وإنما كلي بكلي مع البشر وليس مشغولا عن البشر. إذن سأسمع الآية وأغوص ولا أحصل على لؤلؤة، وإنما تضربني الأمواج يمنة ويسرى. يدعوني بلسانه وقلبه مشغول عني بغنمه. لاهن. أيوه. طب والله دي ما ينفعش. ماذا سيأخذ من كلمات الحق جل وعز؟ تقول لي طيب أنت أسست على فتح مغاليق القلوب، طب تأسيسك ده قبل ما تنزل على الأمواج ألا يستلزم منك أمورا أخرى؟ أقول نعم، يستلزم مني أن أضع لنفسي علامات قبل النزول. تقول لي إيه هي العلامات؟ أقول لك انظر إلى القواعد دي. أول قاعدة بتقول إيه؟ عقل بلا شهوة يساوي مين؟ الملائكة. أيوة. إذن الملائكة عقل بلا إيه؟ بلا شهوة. حلو. طب شهوة طيب. بلا عقل. شهوة بلا عقل. حيوان. على طول. طب إنسان. شهوة وعقل. شهوة. مع عقل. زائد إيه؟ عقل. عقل. طيب نمرة ثلاثة. زادت الشهوة. يبقى بقى إيه؟ إيه؟ حيوان. طيب. خسيس. زاد العقل. زاد العقل بقى ازيد من الملك. شوف الجمال هنا بقى. ازيد من ايه؟ دي معادله، دي هنكتبها معادله. معادله. خلاص زاد العقل على الشهوه بقى ايه؟ بقى اعظم من الملك. طب دليلك يا سيدنا الشيخ ان الله اسجد له الملك. اذا كله من زاد عقله على شهوته الملائكه تطيع له. له. وفي خدمته. تقول لي هات لي آية بعد ما تاخدنا واحدة واحدة كده. له معقبات بين يديه، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بإيه؟ من أمر الله. بإيه؟ بأمر الله. من أمر الله. بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماشي الأمور ماشية معايا إيه؟ واحدة واحدة إيه؟ قواعد للمشاهد قبل ما يدخل معايا وينزل معايا الايه؟ البحر. رضى الله بكم من سؤال. اول نزول البحر بقى ايه؟ هيفاجئ بكلمه زينة. ايوه. حتى اللي درس اعدادي، حتى اللي درس ثانوي، واغلب المشاهدين متعلمين، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. يبقى البناء هنا ايه؟ للمجهول. طب والمجهول يعني المبهم. خلاص. فلماذا وضع الحق هذه المشتهيات التي أتى بها القرآن وقال شهوات؟ طب هو في فرق بين المشتهيات والشهوات؟ أيوة. لأن المشتهيات مركبة في فطرتي. أيوة. فلماذا عبر القرآن عنها بالمصدر وقال شهوات؟ لأن أغلب الناس انصرفت بهذه المشتهيات فجعلتها ايه؟ شهوات. وكلمة شهوات ما اتجهت في اذهان الجميع الا الى خسيس الطبع. يعني لو ابقوا عليها كمشتهيات. نعم. بقينا في المنطقة الامنة. الامان. الامان يعني. الامان. اما لما نقلناها لمنطقة الشهوة. يبقى نزلناها بقى لمنطقة الايه؟ خسة الايه؟ خسة الطبع. خلاص. يبقى شهوات. يقول لك تتبعوا الشهوات.
لا تميلوا. يعني دايما الشهوات ايه؟ دايما ممجوجة عند ايه؟ عند الاذان. لكن تعالى بقى نشوفها هنا. الاول السؤال زين، طب فين اللي زينها ومن الذي زينها؟ أيوة. هنا بقى الاساس بقى، قولا واحدا ما زينها الا الله. تقول الله، الله هو اللي زينها؟ ايه والله هو اللي زين. ليه؟ لانها فطرة حتى اودع فيها تلك الغرائز، لا يستطيع احد ان يودع هذه الغرائز ابدا الا الله. طيب لما اودعها هنا ما ادهاش قانون صيانة؟ ما ادهاش قانون حماية؟ ادها قانون صيانة وادها قانون حماية. ايه هو قانون الصيانة وايه هو قانون الحماية؟ الارادة. اذا الله ركب فيا الغرائز وما تركها دون حماية. قال له ايه هي الحماية؟ قال له الارادة. قال له الارادة دي ايه يا عم الشيخ؟ وهل في ارادة من غير ادراك؟ انا عارف الارادة دي يا عم الشيخ. الارادة دي هي الامانة. إن عرضنا الايه؟ الأمانة. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الايه؟ الإنسان. الإنسان. هل كلف الله إنسانا في ضبط غرائزه وحسابه عليها إن تدنى بها سالبا، أو أثابه وكرمه إن صعد بها ايه؟ إيجابيا عاليا. تمام. إلا بأمانة اللي هو التكليف. إذا التكليف لازم كل إنسان يتعامل مع الغرائز. يا سيدنا الشيخ ده احنا كنا فاهمين غير كده، ده احنا كنا فاهمين إن الغرائز دي مصايب علينا، ويعمل بك إيه من غير غرائز؟ لا يعرف يحاسبك ثوابا ولا يحاسبك إيه؟ عقابا. يعني الاختبار كله في المنطقة دي ومن الله، امتحان الإنسان ومن الله. ولذلك هو التزين قالوا عليه وحش، يا بني آدم خذوا إيه؟ زينتكم. وبرضه في تزين، وفي الشيطان زين لهم إيه؟ أعمالهم في آيات تانية. خلاص. طب وبعدين وعندك في التزين آيات كثيرة جدا خلاص جاءت بكلمة إيه؟ تزين. طب وعند كل مسجد خذوا إيه؟ زينتكم. إذا معنى كلمة زين كلمة مبرأة من كل ما ران على أذهان المتعاملين معها، لأنها كلمة العز. ولذلك نبيك الخاتم صلى الله عليه وسلم هل قتل الغرائز بدينه الخاتم دين الإسلام واصطدم معها أم علا بها؟ هنا السؤال، هل جاء الإسلام ليقف ضد هذه الطبيعة بكل ما فيها من غرائز أم جاء فهذبها؟ جاء فهذبها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب والذي يهمل هذه الغرائز؟ لا أنا هترهبن، لا مش متجوز، لا مش جامع مال، لا مش متحرك، لا مش كذا، لا مش كذا. هل نعتبره سويا أم نعتبره فيه آفة؟ الواد لما يجي يقول لي مانيش متجوز يا بابا، سلوكياته مش هتبقى منضبطة، مش متجوز يا بابا. أو البنت لا يا بابا أنا مش إيه، أنا مش هتجوز، أو مثل هذا الكلام. هل هذه البنت طبيعية أو هذا الولد طبيعي؟ لا، يعني طريقة التفكير اللي هتنعكس في سلوكه الانطوائي أحيانا ربما. ما ينفعنيش، يبقى به آفة من الإيه؟ من الآفات. من الآفات، لأن الإسلام صريح، لا رهبانية في الإيه؟ لا رهبانية في الإسلام. خلاص، ما فيش رهبانية. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ما كتبناها عليهم. أصوم وأفطر وأتزوج النساء وكل مثل وأنام وأقوم. إذا هذا هو المنهج السوي اللي خلى الراجل بتاع الميت زعيم الميت فرد ما قدرش يقدم بالحيادية الخالدون مئة، ما قدرش يقدم أحد على سيدنا محمد. ليه يا عم؟ قال لأنه زاوج بين الحياة
بكل ملذاتها ومشتهياتها وبين الآخرة بكل أمورها. طيب أدي زين. زين لمين؟ للناس، للأتباع بتوع الدين ولا للناس؟ للناس. إذا احنا النهاردة بنتكلم في قضية نخاطب بها إقليميا، نخاطب بها قبليا، نخاطب بها طائفيا، وإنما نخاطب الإنسان في كل مكان. ليه؟ لأن هذه الغرائز تخص الإنسان ذاته. يعني إذن هو خطاب عالمي، يعني يا كل علماء النفس، يا فرويد وإدلر ويونغ، كل هؤلاء العلماء تعالوا شوفوا إزاي بنرتقي بالنفس. نعم. صح ولا لا؟ ده لازم. ده لا، هي دي عالمية هذا الدين. زين للناس، زين لهم ايه بقى؟ حب الشهوات. القضية كلها فين؟ هنعرفها بقى. ما قالش شهوات، ما قالش ايه؟ مشتهيات. لا لا، وإنما جعل المصدر هو الغالب في كلمة ايه؟ شهوات. هنا بقى حب الشهوات هو دي القضية. هل ستحبها حبا يناسب حلالا وحراما؟ هل ستحبها حبا يناسب أمرا ونهيا؟ هل ستحبها حبا يناسب محكما ومتشابها؟ هل هي هذه الشهوات بدية بس؟ هل هي شهوات معنوية؟ هل هي تجمع الاثنين، الشهوات المادية والمعنوية؟ والله يا حسن بيه ما احترت في أمر حلقة مثل هذه الحلقة. لما؟ لأني سأخاطب كل الشهوات الليلة التي أغرقت العالم كله، فغلبت شهوة امتصاص الدم وشربه، أليس من الشهوات؟ الآن القتل للإيه؟ للقتل، شهوة القتل، لا لغاية، شهوة القتل ولا لأي شيء. القتل في قتل أنا مأمور به، ولكن في القصاص إيه؟ حياة يا أولي، حياة يا أولي الألباب. يبقى ده مش شهوة بقى أهو، لأنه في الأمر خلاص، الدم بالدم خلاص، ومعروف وله قضاء وله منفذين وله وله وله. ولكن هذه الهمجية العشوائية التي تعدت على النفخة، تقول لي اه يا أستاذ حسن، على بنيان على بنيان الرب، أصل القضية كلها أنت بتراعي فيا إيه؟ ديني حاسب، لكم دينكم ولي دين، دين بتراعي فيا عرقيتي حاسب، بتراعي فيا ثقافتي حاسب، بتراعي فيا مالك مال أو مش مالك حاسب. أنت راعي إن هو قال إيه؟ فإذا سويته ونفخته، كانوا لسه سجدوا؟ لا لسه ما سجدوش. ونفخت فيه من ايه؟ من روحي. طيب كان نفخ في روح الامريكي بما لم ينفخ به في روح المصري ابدا، او في روح الهولندي، ولا هو الانسان في كل مكان؟ ما هو بنيان الانسان، إذن هو بنيان الرب. اذا لابد ان تعاملني اولا بالنفخه. ايوه. ابليس ايه اللي حصل؟ اتنفخه وقال انا خير ايه منه، فمن راعى نفخة الحق سلم من نفخة إبليس. هما نفختين، نفخة نفحة، لأنها من نور الله في كل إنسان، ولكن النفس غلبت إيه عليها. من راعى النفخة في كل إنسان سلم منه كل شيء وسلم العالم. هذه الأمانة وهذه المسؤولية على من تقع، علينا نحن المخاطبين بهذه الآية. من المخاطبون؟ زين للناس حب الشهوات، أول اتنين جابهم مني والباقيين زي اللي مني. اهدى بقى، ايه اللي منك وايه اللي زي اللي منك؟ اللي مني مراتي، خلقكم من نفس ايه؟ واحدة، وجعل منها زوجها. علشان حتى بتوع العربي بيقولوا من النساء حال،
كلمة من النساء حال. حال يعني حاله من حالي. حلو. أنا أصل حاله زينا للناس حب الشهوات من النساء فميلي إلى التي مني ميل فطري إن لم يحدث فبيه إلا. نسأل الله العفو والعافية. خلاص طب وبعدين ده ما تركت فتنة مولانا أضر على أمتي من النساء. يا مولانا ده هم حبائل الشيطان. ده لمين يا أخي؟ مش لياني الكلام ده. هم لمين؟ لغير المخاطب بالقرآن، لغير الملتزم بالقرآن، لمن رأى أخته في الشارع وأراد أن يتحرش بها. ما هو أخته وأمه وبنته للرأي العام اللي ماتت فيهم الشهامة وماتت فيهم النخوة وتركوا الذكور يجرون خلف البنات كجري الوحوش في البرية. وأنا قاعد ولا يستثار الرأي العام. الرأي العام هو الذي يحقق المجتمع الصالح. ولذلك يا أخي سيدنا رسول الله لما الرجل راح له وقال له يا رسول الله جاري بيأذيني مر قال له اصبر، التاني قال له اصبر، التالت قال له اصبر، الرابع قال له خد عزالك وقعد في الشارع. قال له طب ليه؟ قال له عشان كل اللي يعدي يشوفك يسألك. فكل اللي يعدي يقول له مالك يا عم الحاج واخد عزالك وقاعد بره. يتكون الرأي العام هنا. الرأي العام يقول له ده فلان ما مزبهدني سبت الأوضة وطلعت. يقول الله يلعنه ويلعن تربيته. اجتمع العالم كله على الله يلعن والله يلعن. جري على طول على سيدنا النبي قال له الناس بتلعني. لان صاحبي عمك كاز قال له روح اعتذر له ورجعه وكرمه. اذا احنا عايزين نستثير الرأي العام فيما هو صالح لا ما فيما هو غوغائي حتى اي قضية نناقشها من باب التزيين ده نناقشها بإعلام هادف، نناقشها بنخوة المصريين القديمة، نناقشها ببنت الحارة بنتي، نناقشها ببنت الشارع بنتي، نناقشها أن للرجولة أن تزبع في الشوارع على أيدي أبنائنا الذين لم نحسن تربيتهم فكانوا عبثا وعبئا علينا. ما احنا مشهون بالجدعنة المصري ابن البلد اللي بيخاف مراحل. على بنت الشارع زي بنته مراحل. زي اخته راحت في منظومة القيم اللي بتروح معانا دلوقتي. احنا ايه اللي بيحصل؟ ايه التعديات دي؟ التعديات دي لسه مفيش 10 علماء حطوا ايديهم في ايدين بعض يعملوا شعراوي جديد يهز كيان الرأي العام. انت لما بتسمع الشعراوي النهارده كأنه كان يتحدث لهذا الوقت. ولدينا من العلماء وما لهم من طاقة هائلة وتجربة حياتية يضعوا هدفا يتفقون عليه وكل وسائل الإعلام تفتح لهم الأبواب. السهرد الأسبوع ده حناقش على كل القنوات عودة الحياة إلى البنات، عودة الحياة إلى البنات عشان نعرفهم أن البنت عندما لبست تاجها كان تاجها تمشي على ايه؟ على استحياء. عشان كده ليه بنقول الصبيان مش البنات؟ لان العادة ان البنت عندما وضع الله فيها تاج الحياء مطلوبة لا طالبة. نقوم نيجي النهاردة نسمع عن بعض الامور ان البنات الاخرين خرجوا عن حيز الحياء واصبحوا الاخرين طالبين. مصيبة ايه يا زيد حسن؟ ولكن حتى لو كان الامر على سبيل الاستثناء عدم دراسته وعدم وضعه تحت عين الاعتبار والميكروسكوب وهذا المنهج الحكيم ممكن الاستثناء يتحول إلى قاعدة. ولكن نحن الآن ندرس الاستثناء اللي مش عايزينه حتى يبقى فيه استثناء، عايزين القاعدة العامة هو المنهج الذي يحكم هذه الإرادة الإنسانية لتسير الإنسانية إلى أملها المنشود وإلى ما خططه ووفقه أو وفق الله إلى الإنسانية إلى هذا الدرب وإلى هذه النهاية السعيدة. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الدكتور فتحي الحلواني اجدد الترحيب بفضيلتك. ولكن لكي لا يصل الفهم الى البعض ان ما تحدثت به وما تفضلت به منذ قليل انه تعميم، لا، وانه وضع المراه في الخانه التي تصور للاخر انها سبب كل المشاكل وحبيسه هذا التصور، لا، والمراه هي تاج الراس، نعم، وهي كما اعزها الاسلام واوصى بها سيدنا صلى الله عليه وسلم. كيف افهم هذه الطبيعة وهذه العلاقة وهذا الوجود للمرأة في إطارها الرائع والجميل؟ قلنا كتابا لا عوج فيه. أيوة. طيب من ضمن هذا الكتاب ربنا جعل إيه المرأة إيه في القرآن؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. خلي بالك، إذن لابد أن تبقى الزهرة. كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. إذن المرأة الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، اللي أول شرط فيها إيه؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك. طيب إذن معنى كده هذه التي إذا نظرت إليها سرتك تخرج في زينتها التي يحافظ عليها المجتمع، زينة العامة مش الزينة الايه الخاصة، الزينة الخاصة الايه لزوجها، خرجت في زينتها الاسلام لا اخرجي فانت في حماية وفي حمى قرآني وفي حمى سنتي، لاني هذبت من يراك فيراك رؤيا لا تحل له ابدا، لا يؤذيك في نظرة ولا يؤذيك بكلمة ولا يخدش حيائك ولا يلمس لك امرا ولا يعترض لك طريقا، لأني ربيت ابن الإسلام على أن يحترم بنت الإسلام. فتكون الطبيبة وتكون المهندسة وتكون الأستاذة الجامعية وتكون العاملة وتكون التي تقود الطائرة وقادت الطائرة وحركتك ممتدة، لا تحبسين في بيت لأنك لم تصنعي جريمة ولم يخلقك الله عبئا على المجتمع ولا وجود للمجتمع إلا بك، فأنت النصف الثاني والمؤثر في النصف الأول والذي يلد البنين. يا أم البنين ويا أم الحياة ويا بهجتها ويا مصدرها، ولكن كل المطلوب أن الذين يتعاملون معك يتعاملون على أنك بيت القصيد في هذا الكون، وأن كلتا التأنيس شرفك الله بها شرفا ما بعده ايه شرف، لانك المنبت. بكده نقطع على كل الذين ظنوا الاسلام بقزميتهم ودخلوا عليه بتصوراتهم الخاطئة، لا بقرآن ربي الذي جعلها احد الرواة السبعتاشر. اليست امك السيدة عائشة رقم 17 في الرواة؟ أليس من الرواة من كانت أساتذتهن نساء وفي سندهن نساء؟ أنا مبسوط منك جدا يا سيدنا الشيخ حسن أنك أبنت هذا الأمر حتى يفهم الجميع هذا الكلام، حتى لو خدنا حلقة تانية في هذا الموضوع عندنا استعداد. كان لازم توضيح هذه النقطة لكي لا يفهم البعض إن موضوع تعميم عن المرأة، نعم، والبنات، وإحنا يعني دائما نراهن على القاعدة الأساسية، القاعدة الأصلية، القاعدة العامة، نعم، صاحبات أخلاق وصاحبات مكانة. الله أكبر. وفضل الآن هم الذين يمارسن كل شيء ويتولين كل شيء ويدفعن الأمر لكل شيء. 30 يونيو ما كانت إلا صنيعة إناث في البيوت، لما جاء نداء الحق إلى الخلق هذا النداء أعدته أم، أعدته زوجة، أعدته ابنة، خرجوا ودفعوا شبابنا أن يخرج ليرحل عنا ظلام الفكرة وليرحل عنا استبداد لم أبته الأمة الإيه؟ والذين شوهوا صورة المرأة، والذين شوهوا صورة المرأة وجعلوا الآخر يسأل، يعني هل المرأة في الإسلام لا لا مرتبط لا بها كل هذه هذا المشاكل؟ الكلام أبدا لا يفهم عندنا أبدا. عشان كده قلت من الفطرة النساء والميل إليهن من الإيه؟ من الفطرة. خلاص. طيب ولذلك نيجي بعد كده والبنين. أيوة البنين بقى
من ولد البنين إلا النساء. والبنين دول إيه؟ إما العيل فتنة إذا لم تحسن تربيته، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. فتنة أو 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 محزنة عندما يفارقك، حتى لو فارقك إلى مهجر مش مفيش داعي إيه؟ موت. طب مهمتك فيه إيه؟ مهمتك فيه هي المصيبة الكبرى والنعمة العظمى. يادي 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 يادي، إن أحسنتم تربية الأبناء أنهيتم مشاكل الشارع. هتطلع الواد يقول يا طنط، ويقول وينادي على أخته، وينادي ويبقى طالع مؤدب، مش يبقى صغير وعنده ميول الحيوانات وهو لسه لم يتجاوز 12 والعاشرة. ده منين؟ ده جاء من غياب أم أو غياب أب في زحام الحياة عن أن يتعهد إيه؟ نشأ. الاتنين دول بسرعة بقى همر من الفطرة. بعدين بعد كده يجي والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. دي من الفطرة؟ لا مش من الفطرة. لا المال مش من الفطرة. ليه؟ اتنين عمومي، النساء والإيه؟ والبنين، لكل الناس. دي من الفطرة. أما المال لمين؟ للتجار اللي بيشتغلوا بالذهب والإيه؟ والفضة. وحط لك رص هنا جامد، رجال الأعمال، إن لو كان لابن آدم واديان لتمنى إيه؟ يكون فارغ. أين دوركم عند الأزمة؟ هذه قناطير مقنطرة. قال له ذهب ليه؟ قال له عشان ذهب. قال له طب وفضة ليه؟ قال له عشان تفرق. ما قيمة ذهب ذهب وفضة تفرقت عند أمة جاعت. شفت دي بقى؟ عشان كده تخصص إيه؟ خاص. لا يشغل الذهب والفضة إلا فئة التجار الذين يتعاملون. يعني مش من الفطرة يعني؟ لا مش من الفطرة، هي كالفطرة والمال. ولذلك قال لك إيه؟ المال صنو الروح. المال صنو الروح. صنو الروح. وجابها في سورة ألهاكم الإيه؟ التكاثر. إن ربي الحب الخيري إيه؟ لا شديد. إنما المال مش من العاديات ضبحا فالموريات فتحا. أيوة. المال مش من فطرتي، ما عنديش ميله زي ميلي للمرأة أو ميلي للبنين. ادي المال. بس المال هو ايه؟ هو اللي بيجيب المرأة، هو اللي بيربي البنين، هو اللي بيبني البيوت. اذا هو اللي بيخدم على كل وسائل الايه؟ الحياة. طيب وبعدين والخيل؟ الخيل ده بتاع الملوك، لان الخيل دي لا من الخيلاء، من الخيلاء من التخيل او من الايه؟ من الغرور. ودي الملوك لو عندهم كل حاجة والجماعة الزوات إلا الحصان عنده أغلى شيء، والحصان ده كان في الإسلام إيه؟ مصدر جهاد وقد بس زيادتك أو ستر بقنيهم عشان أكل إيه؟ الخيل تحت سنابك هذا الخيل. والخيل بقى إيه؟ معقود بنواصيها إيه؟ الخيل. الخيل. طيب تعالى بقى على ومعلمة بمعنى إيه؟ لها سجل ولها تاريخ ولها إشارة، أدي معنى الخيل. النهاردة هي إيه؟ المرسيدس والهليكوبتر والطيارة، لان لكل زمن حصان، وهذا الحصان النهارده مصدر التباهي. يبقى نمره كام دي؟ ادي النساء، ادي البنين، ادي القناطير الايه؟ الذهب المقنطره، ادي الخيل الايه؟ المسومه. تيجي بقى الايه؟ الانعام، شغل الباديه بقى، ابل بقر غنم. حلو. اللي هي بقى في السودان تلاقي الـ 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 الجمهيز، تلاقي الغنم، تلاقي ما هنا في الباديه. على تنوح، على تنوح. ده مصدر التقويم بقى. تعالى بقى والحرس، اضرب لي عليك رص ده بقى اللي هي الزراعه. الزراعه دي بقى ايه؟ جاب هي ليه؟ جاب الحرس، وعبر عن المسبب بالسبب. ايه بقى الحرس؟ ازرع بقى. طب لما قال ذلك متاع الحياه الدنيا في مصانع يا مولانا، ما جابش مصانع، ما جابش سريك كذا. حاسب بقى مقومات الحياه الاقتصاديه لا تتعدى الست ابدا بحال من الاحوال اللي احنا قلناهم في اللي احنا قلناهم، يعني مشتقين من الاصل. الحياه كلها بقى مبنيه اقتصاديا على 1.5 مليون يزرعوا. ومن لم يزرع هيزرع عشان يصنع. وحل مشاكل اي دوله عايزه قرارها وعايزه سيادتها ان تزرع وتبني صناعه على ما تزرع. يبقى الصناعه مبنيه على ايه؟
على الزراعه، يعني ازرع قطن يبقى عندي غزل ونسل، بس قول بقى اه وعندي مصانع ملابس، آه ما صدرش القطن ويرجع لي المقومات الاقتصاديه آه؟ لبناء اي دوله حديثه او قديمه اتى بها الايه؟ القران. حلو. طيب بعد كده بقى هريح دقيقتين بقى، ريح الناس لان هننقل على حته ايه؟ على حته تاني، ذلك متاع الحياه الايه؟ الدنيا. الدنيا. طب ورايح فين تاني بقى؟ حضرة النبي بقى الكلام معاه، اللهم صل وسلم وزد. حضرة النبي بقى الكلام نقل عندي حضرة النبي، قل أنبئكم بخير من ذلكم. أيوة. أربعة أحسن من الدنيا دي كلها. عايز يحد آمال الطامع، عايز يوقف آمال الذي أراد بطمعه أن يبتلع مجتمعا وأن يقيم مزاجا وأن تكون ضروراته أهم عندي من حياتي. حلو. أم قال له إيه؟ لا بقى حاسب، دي مش دار إقامة، دي دار مرور، والأخذ دار مستقر. ها جنات ملهى تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار. فيها صفة ما هيش هنا، أنت هنا بتبني إما النعمة تسيبك أو أنت تسيبها. لا واخدة ثانية صفة الإيه؟ الخلود، خالدين ايه فيها. طيب هنا حريم غير حريمك اللي هنا، حريمك اللي هنا ممكن تبقى جميلة الجميلات وتدمرك بالغيرة خلاص. أيوة. او باي خلق، او وعندها الحيض وعندها وعندها وعندها، انما هناك بقى ايه؟ مطهرة من امراض الباطن وامراض الايه؟ الظاهر. وفي الاخر بقى تعالى على دي، ان اردت ختاما اختم لك بدي بقى، ورضوان من الله. ماذا يعني الرضوان هنا؟ هو اجاب ما قالش رضا ليه؟ اه ايه الرضوان؟ ما قالش مرضية ليه؟ ايه الرضوان دي؟ قال لك الرضوان ده شغال من دلوقت، اذا تجلى الله على روح العبد بانواره وهو عايش دلوقتي، جاب مرحلة اولى، مرحلة ايه؟ راضية. يبقى العبد اللي تشوفه راضي بالواقع، راضي بحياته، اعرف انه بدأ مرحلة الايه؟ الرضوان. بعدين بعد كده لما اشتغل في الرضوان، يا عم والله ده عم الحاج ده راضي على طول وماشي في الرضا على طول، ايه ياخد ايه؟ مرضية بقى. يا ايتها النفس الايه المطمئنة ارجعي لربك ايه؟ راضية مرضية. ادخلي ايه بقى؟ جنتي. في عبادي الاول وادخلي جنتي لك حبايب. طيب دي المشوار ده اللي يستناه هناك اهبل، اللي يستناه هناك اهبل، لان ده لازم يبداوا من ايه؟ من هنا. من هنا يدخل جنة من هنا الرضا. يعني من دلوقتي، من حالا. أوه. يشوف نفسه راضي ولا مش راضي. ايوه. هيبقى مرضي ولا مش مرضي، لان الشهوات اما جسمانية واما روحانية. انا عايز بس في اخر دقيقتين بس، كيف تتحول هذه الشهوات الى طيبات لتكون لافهم كلمة زينة للناس، كيف اتعامل معها وهي طيبات، كيف لا تتحول الى الجانب الاخر؟ خذها من يدي. بمعنى ايه؟ ولا تاخذها من يد نفسك او شيطانك. اه خذ الايه؟ الطيبات دي كلها من ايده هو. قل له هات لي اجمل امراه واملى جيبي بمليارات. حلو. وجعل لي عندي قناطير جلد عجل مليان فلوس. وقول له على كل اللي انت عايزه، وخيله مسومه، قول له كل حاجه، بس مش من وراه. منه هو، من يد الله. خلاص. وانفقها في الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الايه؟ الصالح. لكن اوعى تاخدها من وراه، ما هي دي رزق ودي رزق. يعني عفوا عشان المفهوم يبقى منضبط شوي الى حد ما، والناس وانا بمستوعبه، لان عايز يعني لما يعني عفوا لما اسرقه يبقى انا جايبه غلط، بس خلاص. لما احاول احصل عليه بدون وجه حق في الايه؟ في القلب، في الصدر، وكرهت ان يطلع عليه الناس. عليه الناس. يبقى شريعتنا احلت حرمت شيئا ما احلته. دي سؤال بقى، هل شريعتك اللي في ايدك ايوه حرمت شيئا عليك ما احلته؟ حلته. انت سبت الخمره هنا اشربها من غير غول هناك، سبت الحرام هنا والنساء هنا، الغانيات خدهم هناك من الحور العين. القضيه خلص يعني خلصانه. لكن من يعقل؟ العقل القامع.
اللي الرسول قال استنعشه، سل الله يا عائشه العقل القامع. قالت وما العقل القامع يا رسول الله؟ قال العقل الذي يرفض الشهوات. فكل صاحب عقل يزين له شهوة، صاحب العقل وصاحبة عقل أو يعني صاحبة عقل، أيوة، ويقرب لها أمرا بطريق غير شرعي، فلتعلم أن لها شيئا لا يتشرف بحمله الحيوان. حيوان ما رضيش يشيله، ليه؟ الحيوان قال لأ. لما قال لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، قال أولئك كالإيه؟ كالأنعام، محامي الأنعام وقف وعمل استئناف وكسب الاستئناف، قال بلهم أضل، أنا شهوة بس، هتشبههم بي ليه؟ ليس عندي عقل أعقل به. يعني أمر الإنسان الذي بالشهوة بالعقل لابد وأن يطغى عقله على شهوته، عشان دايما يبقى في المنطقة دي، في منطقة انه ارفع واسمى واعلى من الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ادي الستة وادي الاربعة بندعو كل انسان وكل انسانة سمع هذا العرض السريع اللي الوقت فيه ما بيخليناش نبحبح، انه يقرأ الايتين دول من آل عمران، وبعدها على طول عارف هيتفاجأ بايه. شهد الله، الله، انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بس ياخد باله من القسط بقى، اللي هو بقى إيه؟ أن يزن الأمور بميزان العقل. هل معنى ذلك أن الإسلام عايزنا دائما أن نقف في منطقة الوسط، اللي كل الحياة بواسطية الإسلام تتحول كل حياتنا إلى فضائل؟ أنت يا مولانا أن تقدم هذه الفضيلة. الإسلام الآن حالا يطالب كل الناس وكل الذين يوجهون الخطاب أدبيا إعلاميا صحفيا دينيا أن يحكموا العقل في كل شيء، وأن يرفضوا كل ما لا يتوافق مع العقل. الجارية على الشعوازة والأمور الفارغة دي اللي حصل النهاردة، وأن يصنعون من الضعفاء أبطالا، وأن يصنعون من المخرفين رجالا. يا ناس، مصرنا تنادي، نحن الآن نحتاج أن نكون مجتمعا يصلح نفسه ضرورة لا نافلة. قدسا لازم النهاردة معركتنا مع العالم المجتمع علينا شرقا وغربا ليست مجتمع سلاح فقط، ولكن مجتمع أمة تستفيد من الأزمات اللي احنا فيها بأن تعيد صياغة نفسها، وهو مرحلة البناء اللي احنا عايشينها دلوقتي. نعم، يعني احنا بنبني وبنبني تبني نفسك ورايحين للمستقبل، تبني عيالك المستقبل الأكيد المهم الواضح المعالم وفق هذه الخطوات الحقيقية والجريئة تجاه المستقبل. يعني بتبني لساكن قبل ما تعمل العمارة، طبعا بتبني لساجد قبل ما تبني له جامع. إذا اهتم بالذي سيسكن اهتمامك بالمشروع نفسه. أستاذ الدكتور فتح الرواني، الله يبارك فيك، سيد موضوعي للقرآن الكريم، أشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله قريبا معا، ويستمر الحوار في آيات وإشارات. فاصل نرجع لكم تاني عشان نفتح مدرسة المزامير القرآنية، مدرسة التلاوة المصرية، خليكم معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، دايما في هذه الفقرة بنقول هي دعوة لأن نسمع ونستمتع وننصت إلى آيات الله البينات من أصوات مصرية حقيقية منتمية إلى المدرسة المصرية عبر أجيال مختلفة. واسمحوا لي نرحب بالقارئ الشيخ محمد زكريا رزق، هو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. شيخ محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك، وسعيد باللقاء معك، كنا التقينا. نعم، من فترة يعني. نعم. طيب، يعني دايما كده نفكر سيدة المشاهدين بصوتك إن شاء الله، ونستفتح هذا اللقاء بآيات الله البينات. اقرأ لنا إيه في الأول عشان نذكر سيدة المشاهدين بلقائك السابق معنا. إن شاء الله نقرأ من سورة آل عمران. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعض بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب بإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال
مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شيخ محمد فتح الله عليك. طبعا يعني احنا لسه طالعين من رمضان، ورمضان موسم يعني العبادة والطاعة والاستماع إلى القرآن الكريم والاستمتاع بالإنصات للقرآن الكريم، سواء وإحنا بنسمع من يجود أو بنسمع اللي بيرتل القرآن في صلاة التراويح وصلاة العشاء وصلاة الصلوات الجهرية. يعني رمضان كان نشاطك إيه في السنة دي؟ كان نشاطي طبعا يعني بفضل الله كانت أول سنة أكون إمام خطيب في المسجد بتاعي. أيوة. بوزارة الأوقاف. فكان النشاط بتاعي في المسجد الداخلي. جميل. بين صلاة التراويح، بين دروس، بين تحفيظ القرآن، بين صلاة التهجد. جميل. بين احتفالات أيضا في بعض الأيام. يمكن ربما نقطة السؤال المهمة في النقطة دي تحديدا في رمضان هو تلاوتك للقرآن الكريم. نعم. هل الشاهد الشهر السنة دي لقراءتك القرآن يعني ما لم يشهده أي شهر رمضان من قبل كده؟ الحمد لله. كان الحمد لله كان في احتفالات خارجية، احتفالات في المسجد، احتفالات مع الأصدقاء. كان قرأت في القرآن مرتلا ومجودا. مرتلا ومجودا الحمد لله. الحمد لله. مرتلا طبعا في الصلاة، غالبا كان الصلاة صلوات الجهرية طبعا، صلاة الفجر، صلاة التراويح، صلاة التهجد. مهم قوي طبعًا. يعني في الصلوات الجهرية وخاصة في يعني في الجامع وفي رمضان وفي كل أوقاتنا أن يكون بنستمع إلى صوت متقن، صوت فاهم، صوت واعي، صوت حلو. صح طبعا. طبعا الصوت الكويس أو الصوت هم بيسموه يقول لك الحس، حسه كويس. تمام صحيح. لأن الإحساس ينبع من القلب. أيوة. فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا تجاوز الأذن كما يقولون. فالقارئ أو الإمام عموما ينبغي أن يكون حسن الصوت حتى يريح من خلفه. يعني الحمد لله كان بعض الرسائل أو بعض الأدعية من الناس كان طبعا ربنا يفتح عليك، دي لوحدها يعني اللي يعرف قيمتها ربنا يفتح عليك دي نفحات من المولى سبحانه وتعالى. طبعاً صح أكيد. فينبغي أن يكون الإمام حسن الصوت متقنا في الأداء، لأن طبعا الصوت ماشي موجود موهبة من عند الله عز وجل. الإتقان في الأداء طبعا بالتلقي. صحيح. وإنك لتلقى القرآن من العلم والتلقي. صح. فهذا لازم التعلم أداب أحكام القرآن الكريم، عشان مش هينفع يكون صدفة فقط. لا ما ينفعش. يعني الأداب القرآن والأحكام أهم من المقامات. صحيح. وأهم من النظم. لازم أخضع هذه المقامات وكل ما لدي من إمكانيات لأحكام تلاوة القرآن الكريم. لده هو ده الأصل. بالضبط. هو أهم من النغم وأهم من التنغيم. فالأحكام للأسف يعني حاليا يذهب بعض القراء الصغار إلى التعلم النغمي قبل التعلم. يعني بعض اللي لسه في بدايتهم يعني. يذهب إلى التعلم النغمي قبل أن يذهب إلى التعلم إلى الأحكام. ومنهم من لم يحفظ القرآن أصلا، يحفظ آيات القرآن ليس هكذا. جميل أن تفهم هذه المقامات. نعم. وهذه القدرات الفنية. ولكن وأنت يعني فاهم حدود تعاملك معها إزاي. صح. ولا إيه؟ طبعا طبعا. بس هي مراحل، ما تكونش الأولويات هي بداية تعلم التجويد القرآن. طب قبل أن نذهب إلى هذه المراحل يعني أحب يمكن السادة المشاهدين أكيد عايزين يسمعوا صوتك ترتيل.
يعني رمضان ترتيلي على طول، الناس بترتل في الصلوات، والناس يعني بتستمتع بأن يصلوا الصلوات الجهرية في الجوامع عشان يستمعوا لهذا الحس. بس في سؤال برضو تاني هيطرح نفسه بعد ما نسمع الترتيل إن شاء الله. ترتيل من سورة الكهف إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. يعني حتى في ترتيل الشيخ محمد يعني نوع ما بين المقامات ما بين البياتي والرصد ونوع تنويع حلوة، استطاع أن يستغل كل الإمكانيات اللي بصوته في الترتيل، ما اقتصرش في الترتيل على مساحة بسيطة من صوت زي ما بيقولوا أحيانا، إن في الترتيل محتاج حتة من الصوت الجميل الكبير الصوت العالي علو الحس والفهم والوعي. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. قلنا قبل الفاصل أن الشيخ محمد استخدم البياتي، استخدم الرصد، استخدم العجم، واستخدم يعني هيقول لنا إيه، لأن فكرة الوعي بالمقامات مهم طبعا، ولكن توظيفها السليم هو الأهم، مش كده ولا إيه؟ زي ما قلنا من شوية صح طبعا، لأن إحنا عندنا الأصل أن نحافظ على الأحكام صح. قالت إزاي؟ نوحت إزاي في المقامات؟ بديت إزاي؟ أنا بديت في بداية القراءة كانت عجم، وأظن دخلت على الرصد شوية، ومن الرصد على السيكة، والآخر الرصد بيشد الناس مقام، يعني في تطريب شوية، طرب شوية بيشد الناس معظم يعني. القراء هو يعني يعتبر محطة القراء في المقامات الرصد. وأحيانا تلاقي بقى بعض القراء في البداية كده يروحوا إيه ملمسين البياتي مع الرصد، فعملنا حاجة اسمها الحسيني كده، شادين بيه يعني، شادين بيه الودن صح. ده مش بعيد عن فكرة انهم يكونوا فاهمين اللي بيقروه كمان، الفهم الوعي بالآيات أكيد. ده بيخليه بيعرف بيوظف المقام ازاي، بيقف فين اكيد طبعا، الابتداء والوقف زي ما بنقول. دي فكرة القارئ الدارس او الفاهم، ان هو مش اي مقام هيروح على اي آية، ومش صحيح. اي يعني مثلا آية مثلا فيها جنة وفيها نار، فيها عذاب، فيها نعيم. آيات الجنة يعني مثلا عن كل أن نقوله فيها رصد، ممكن نقوله فيها فرح طبعا، فيها بشارة، فيها بشارة، ممكن نقول فيها نهواند، نقول فيها رصد. مثلا آيات العذاب طبعا إيه، الصبا معروف، النهواند اللي هو المنير اللي احنا بنقول عليه المنير، نعم المنيري نعم. فالآيات العذاب طبعا هياخد فيها الصبا، مش هينفع ياخد فيها آيات طبعا. الحوار يفضل ان ياخذ فيها مقام البياتي، لانه حواري يعني زي ما مكلم حضرتك كده، فايه يفضل فيها مقام البياتي. والبياتي في البدايه وفي الختام معروف، القارئ في بدايه القراءه يعرف بمقام البياتي في بدايه القراءه، يبدا بياتي ويختم بياتي طبعا يبتدي بياتي وفي البياتي. في نص التلاوه بقى بينوع حسب الايات، وطبعا المفروض ان زي ما حضرتك قلت ان هو ما يعني ما يخليش المقام يطغى على الحكم. انما الحكم قبل المقام، يقول الحكم يطلع كويس، وطبعا هو ما يتقي الله يجعل له مخرجا. والمدرسه القديمه، المدرسه العمالقه وجيل الرواد قدروا يرسوا هذه القواعد بشكل كبير جدا وبشكل رائع وعظيم وشكل نموذجي صح. ولا ايه يعني مدى التاثر بالرواد بالعمالقه بديت من عندهم؟ اكيد طبعا. اصلا ما فيش حد بيطلع كده يعني، كل معظم القراء يعني كل القراء القدامى جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل. والقراء القدامى طبعا مهما نسمع منهم لازم نتعلم، مهما نسمع التلاوه مره واثنين، نسمع الايه مره واثنين، لازم نتعلم منهم حاجه، وكانك بتسمعها لاول مره فعلا. أخي يعني وتقعد تسمع ليهم بالساعه والساعتين. الشيخ مصطفى اسماعيل شايف فعلا، لسه الاسم نطقناه مع بعض، الشيخ مصطفى اسماعيل ساعه اثنين ثلاثه يعني، في ناس بتقعد تسمع الشيخ مصطفى اسماعيل ممكن خمس ساعات متصله. وفي ملحوظه بقى في سماع الشيخ مصطفى اسماعيل، ان مهما تسمعه ما تملش من سماعه. مهما تسمع الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ منشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ محمد عبد العزيز حصان، تسمع ما تملش لو شغال ليل نهار. الشيخ رفعت يعني، والشيخ رفعت الفارس طبعًا الاول طبعا، الاول طبعا الفارس الاول يعني. الشيخ طه الفاشني، دول بقى الجيل اللي قبلهم، جيل الشيخ طه الفاشني والقراء اللي قبلهم، الشيخ البهتيمي طبعا حي مدرسه طبعا. طب على ذكر كل هذه الاسماء، احيانا ممكن يطلب منك انك تقلد حد بشكل يعني في شبه كبير وانت بتقلده، بتقلد مين؟ والله مثلا ممكن نجيب الشيخ المنشاوي نسمع لازم يعني. ومين كمان؟ الشيخ مصطفى يعني بحبه، نسمع نشوف نقول مثلا مين؟ الشيخ المنشاوي مثلا؟ المنشاوي ماشي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجيء يومئذ
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طبعا هو يعني مع الفارق طبعا مع الشيخ محمد صدق المشاوي يعني بنقول حتى شكل الاداء. نعم. طب الشيخ مصطفى اسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى. الشيخ مصطفى هنا مزيكا. طيب فكرة اني استفيد من المدرسة ولا اقلد صاحب المدرسة. نعم. دي بتوزنها ازاي كقارئ مع بداياتك وانك لان في البداية بنقلد. طبعا. وبنقول البداية او التقليد بداية الابداع زي ما بيقول القارئ الطبيب الشيخ احمد نعينة يعني. طبعا. ازاي بتقدر تحقق المعادلة الصعبة دي إن كانت معادلة صعبة؟ هو القصة إنك أول حاجة إنك تختار القارئ اللي هو طبقة صوته هتمشي مع طبقة صوتك. يعني ما يبقاش مثلا يعني الشيخ حسان مثلا طبقة صوته حادة جدا فصعب إن الواحد ممكن ياخد منه إنما يقلده فصعب. الشيخ مصطفى اسماعيل ممكن نقلده في زمن معين، معظم اللي قلدوه في زمن معين، مش كل الشيخ مصطفى اسماعيل. يعني في زمن معين يعني حلوه الكلمه يعني مثلا الشيخ مصطفى اسماعيل هو في مثلا سن مثلا ال 40 غير في سن ال كل خمس سنين الشيخ مصطفى اسماعيل كانت بيتغير التكوين او يعني الصوت بتاعه كان بيبقى فيه جديد كل خمس سنين. حتى تلاوات الشيخ مصطفى اسماعيل ما كانتش ثابته. يعني مثلا سورة القصص تسمعها له هو شباب غير له هو كبير غير هو لسه في يعني في مراحل سورة الصور مثلا نفس الصورة تسمعها له مرة واثنين في مواقف او في سنين في سنين مش مختلفة, مختلفة يعني, يعني تنتمي الى مراحل سنية مختلفة يعني. أي صح فدي ده مثلا الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ المنشاوي مثلا فكل واحد بياخد من الشيخ اللي بيسمعه حاجه معينه هيستفاد منها فهيجمع من هنا مثلا قابله للتطبيق عنده بالظبط هيستفاد من هنا قفله هيستفاد من هنا مثلا درجه الصوت مثلا بتعلى ازاي هيستفاد من هنا البدايه هيستفاد مثلا المقام الفلاني الشيخ مصطفى بيقوله بالطريقه الفلانيه وهكذا يعني. طب نرجع نسمع ونسمع الأداء بتاعك الخاص بيك بعد ما يعني اتأثرت بهؤلاء العمالقة اتأثرت بأجيال يعني دايما هيبقوا في الوعي بتاعنا وفي الوجدان بتاعنا وبيشكلوا جزء من تكوين القارئ المصري. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. بشكرك فضيلة الشيخ محمد زكريا رزق وعلى هذه اللحظات والدقائق والوقت الذي قضيناه معك بهذا الأداء الجميل. بشكرك إن شاء الله. يبارك في حضرتك ونتقابل بعد كده ونسمعك عبر الإذاعة وعبر يعني أداءات متنوعة ومختلفة ليك. بشكرك إن شاء الله. طبعا هو التكييف عامل شغل معنا حلو خالص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ما تقلقش. الحمد لله. كان أداء جميل. أهلا المشاهدين، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.